ننتقل لزميلتي هبه ونشوف شو اخر اخبار الترندز الموجوده على السوشيال ميديا. شكرا لك. كيف الاخبار هبه؟ شكرا لك كاثي. زي ما انت اكيد شفتي وسمعتي كان متداول اخبار وشائعات كثير حول وجود حاله بالاردن مصابه بفيروس كورونا. طبعا احنا عشان نتاكد ونطمن المشاهدين معنا اتصال من مساعد الامين العام للرعايه الصحيه الاوليه مسؤول ملف كورونا الدكتور عدنان اسحاق. صباح الخير دكتور. المشاهدين صباح الخير. صباح الخير لك وللأخوة المشاهدين. اهلا اهلا فيك دكتور. زي ما احنا عرفنا هاليومين والمضوا كثير تداول اخبار وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باشتباه وجود حاله مصابه بفيروس كورونا، هي سيده صينيه متواجده في البتراء، يا ترى هذا الخبر صحيح او لا؟ نعم، تم التواصل مع إقليم البتراء حيث أن هذه الصبية الصينية تعمل في أحد الفنادق في إقليم البتراء، تم نقلها إلى مستشفى الملكة رانيا لأنها بتعاني من أعراض تنفسية حادة، ومن المستشفى اشتبهوا بإصابتها بمرض الكورونا وتم نقلها من مستشفى الملكة رانيا إلى مستشفى البشير، وتم عزلها في غرفة منفصلة وتم أخذ عينات. طبعا هذا كله اللي بحكيه أنا طيلة ليلة امبارح. بالنسبة للعينة تم أخذها من هذه الصبية وتم إرسالها إلى المختبر ليلا الساعة 1 فجرا، وظهرت النتيجة الساعة 5:30 صباحا وأظهرت النتيجة سلبية، يعني أنه خالية من مرض الكورونا، خالية يعني مش مصابة، ما في فيروس كورونا بالأردن الحمد لله بعد إجراء الفحص المخبري المتخصص لفحص فيروس الكورونا. الحمد لله. طبعا دكتور يعني إحنا صراحة كنا كتير متخوفين خاصة أنه هالفيروس وصل لكتير دول عربية، أكيد حنحكي عنها هلأ بعد الاتصال. بدي أعرف دكتور شو الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة للوقاية من هالفيروس؟ نعم، احنا بالنسبة لنا وزارة الصحة اتخذت إجراءات صارمة ومشددة وقاسية حتى تمنع دخول هذا الفيروس إلى الأراضي المملكة الأردنية الهاشمية. شددنا الرقابة على المعابر الجوية والبرية والبحرية، ركبنا في على كافة المعابر الحدودية بين وبين الدول المجاورة وبالمطارات ماسحات حرارية حتى يتم الكشف عن أي شخص يقدم إلى الأردن ويعاني من حرارة حتى يتم التعامل معه كحالة مشتبهة ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن. هذا من جانب. من جانب آخر تم منع دخول المواطنين الصينيين من الصين القادمين من الصين إلى أراضي المملكة ما لم يمضي على خروجهم من الصين 14 يوم. وامبارح تم منع المواطنين الكوريين والإيرانيين من دخول أراضي المملكة ما لم يمضي على خروجهم من إيران وكوريا الجنوبية 14 يوم. هذه إجراءات قاسية طبعا، يعني بتقلل عدد السواح عندنا في البلد وكذا، لكن هذه إجراءات احترازية حتى نمنع من دخول هذا الفيروس إلى أراضي المملكة. شكرا لك دكتور، يعني صراحة طمنتنا، كنا كثير متخوفين من الحالة. أنا كمان يعني عبر شاشتنا الوطنية بأطمن جميع المواطنين الأردنيين أنه وزارة الصحة وبحمد الله وبالأجراءات الصارمة والمشددة على المعابر تقوم بواجبها على أكمل وجه، ونحن يعني نفتخر بالإجراءات اللي احنا قمنا بها حتى نمنع دخول هذا الفيروس. ويعني بالنسبة لنا إجراءاتنا يعني الدول المجاورة أتوا إلى عنا وحتى يأخذوا تجاربنا من منع دخول الفيروس إلى بلدنا. شكرا لك دكتور عدنان إسحاق، شكرا جزيلا.
طبعا مشاهدينا رح نكمل اخبار الترند اللي معانا لليوم، والهاشتاج معانا فيروس كورونا. للاسف الشديد انه وصل لاكثر من دوله عربيه. الدوله الاولى العراق، محافظة النجف تحديدا سجلت إصابة حالة لمواطن إيراني. بعد هيك رح نروح للبحرين كمان سجلت حالة. إيران للأسف سجلت 61 إصابة و12 وفاة. الكويت 3 حالات مصابة بفيروس كورونا. عمان سجلت حالة أيضا. الإمارات 13 حالة مصابة بفيروس كورونا. لبنان سجلت حالة أيضا، ومصر سجلت حالة. يعني للأسف الشديد قديش بنزعل لما بنسمع هيك أخبار هالفيروس اللي قدر يوصل للدول العربية. لازم كلنا ندير بالنا، وأي حدا بيشك أنه عنده هاي الأعراض ضروري على طول يروح يفحص، لأنه في أشخاص كتير تم علاجهم من هذا الفيروس. هيك خلصت أخبارنا للترند لليوم. خلونا ناخذ فاصل صغير ومنرجع لكم.